بلا عمد. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا أهل العنانية الكرام، أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. قولوا أمين. أيها الأحبة الأفاضل، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. العجيب أن الناس لم تزل مهمومة، ناس كتير جدا لسه مهمومة، ناس كتير جدا لسه تعبانة، ناس كتير جدا لسه صدرها ضيق، ناس كتير جدا قلبها ليس مطمئنا، ناس كتير جدا لو جيت سألت تقول له انت كويس ولا كان قرفان، ناس كتير جدا يقول لك انا نفسي وانا ماشي في الشارع الارض تشق وتبلعني مش هزعل. ليه يا عم؟ تعبان، قرفان، مخنوق، مهموم، عايش مانيش سعيد، عايش مانيش مطمئن. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين بيتعجب بإيه؟ بيتعجب. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيتعجب، مما تتعجب يا أبا الحسن؟ بيقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. بيقول إيه؟ بيقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. يعني إيه؟ يعني سيدنا علي بن أبي طالب بيتعجب من واحد بيغرق ومعه طوق النجاة، وترك طوق النجاة وترك نفسه يغرق. هذا رجل أحمق. ليه؟ وبيغرق وقدامه النجاة ورفض النجاة. إيه هي النجاة؟ وإيه هو العلاج لضيق الصدر وعدم اطمئنان القلب؟ موضوع اتكلمنا فيه في مسجد التوحيد، ولكن يعني لما كانت المحاضرة فيها يعني إيه هرج ومرج من الأطفال لم نكملها. النهاردة إن شاء الله سوف نتكلم ونكمل ما كنا نتكلم عنه في مسجد التوحيد. نحن قلنا وتكلمنا عن عبادة، وقلنا أن هذه العبادة سهلة يسيرة بسيطة لا تحتاج منك إلى عناء. خلي بالك، العبادة سهلة جدا. العبادة اللي أنا أكلمكم عنها النهاردة دي في غاية السهولة، والعجيب أن هناك كثير من الناس لا يفعلها مع انها سهله جدا. لذلك علي بن ابي طالب بيتعجب من الذي يترك هذه العباده مع انها سهله. شوف، هذه العباده بتخلي الواحد سعيد. شوف، العباده دي بتدخل لك راحه البال. والله شوف، العباده دي ايه؟ الاستغفار. الاستغفار، الاستغفار ده صعب. ان انت لما تقعد تقول استغفر الله، يعني دلوقتي انا عشان استغفر لازم اقعد انط؟ لا طبعا. لازم اصرخ؟ لا. لازم اطلع 100 جنيه؟ لا. لازم اروح اتوضى؟ لا. طب انا عايز استغفر اهو، استغفر الله. بس. سهلة جدا. في غاية السهولة، استغفر الله، استغفر الله. في صيغ كتير للاستغفار، منها سيد الاستغفار، منها ان تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. في صيغ كتير للاستغفار. شوف، اذا اردت راحة البال فعليك بتلك العبادة اللي هي الاستغفار. إذا أردت راحة البال فعليك بالاستغفار. إذا أردت المال الحلال فعليك بالاستغفار. إذا أردت الزوجة الصالحة فعليك أنت عارف دلوقتي ناس كتير جدا حياتها متدمرة، أقسم برب الكعبة. أنت ممكن توقف طفل صغير كده تقول له أنت عامل إيه؟ يقول لك أنا حياتي متدمرة. طفل صغير ليه يا عم؟ يقول لك مانيش عارف اعمل الواجب، معمول لي واجب في المدرسه مانيش عارف اعمل الواجب، عمال العب ومش عارف اعمل الواجب.
تعرف لما تكبر شوية كده خدت بالك تلاقي مثلا شاب كبير تسأله أنت عامل إيه؟ يقول لك والله أنا حياتي متدمرة. ليه يا عم؟ مانيش لاقي شغل. شاب تاني يقول لك تقول له أنت عامل إيه؟ يقول لك أنا مخنوق وقرفان وتعبان. ليه يا عم؟ نفسي أتجوز بس مش عارف. أنت شايف الوضع اللي إحنا فيه. شابة فتاة كبيرة قاعدة برضو حياتها متدمرة، مالك؟ يقول لك أنا فاتني سن الزواج. تلاقي راجل كبير متجوز ومخلف تلاقي قاعد عامل كده، مالك يا عم الحاج؟ يقول لك مانيش عارف أشاور البنت. وهكذا ناس كتير جدا حياتهم متدمرة. أنت عارف العلاج إيه؟ أقسم برب الكعبة العلاج الاستغفار، والله العظيم ومن ذاق عرف. أنا سأتكلم معكم وأنقل إلى حضرتكم عجبا عجابا في هذه الليلة، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلنا إذا أردت راحة البال فعليك بالاستغفار، إذا أردت المال الكثير الحلال فعليك بالاستغفار، إذا أردت الزوجة الصالحة فعليك بالاستغفار، إذا أردت الذرية الطيبة فعليك بالاستغفار، إذا أردت تكثير حسناتك، حسناتك تبقى كتير، عليك بالاستغفار، إذا أردت بقى تكفير السيئات فعليك بالاستغفار برضو، إذا أردت دخول الجنة فعليك بالاستغفار، إذا أردت النجاة من النار فعليك بالاستغفار، إذا أردت أن يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وأن يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب فعليك بهذا الاستغفار. أنت عارف صلى الله على الحبيب. واحد اسمه الحسن البصري إمام من أئمة التابعين، هذا الرجل شاف 130 من الصحابة. حسن البصري أبو سعيد كان يتكلم بكلام يشبه كلام النبوة. الحسن البصري عاش في كنف علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة وتعلم وأخذ العلم من كثير من الصحابة. الحسن البصري سيدنا عمر بن الخطاب رفع إيديه كده، سيدنا عمر اللي رفع إيديه، الصحابي رفع يده ودعا للحسن البصري. الحسن البصري كان موجود أيام الصحابة، كان جالسا ذات يوم في المسجد في مجلس، اسمع إلى العجب، خلي بالك ركز عشان أنا هسأل. فدخل رجل وذهب إلى الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد إني أشكو الجذب والقحط. يعني إيه؟ الرجل عنده حتة أرض وما فيش ولا نقطة مية بتنزل من السماء، ما فيش مطر خالص، بيقول له إني أشكو الجذب والقحط، ما فيش مية بتنزل على الأرض بتاعتي، مش عارف أزرع. أنت عارف الحسن البصري قال له إيه؟ قال له اذهب فاستغفر الله. لقى له بقى تجيب خراطيم مية أو مواتير وخزانات وتنقل المية وتجيب المية؟ قال له لا، اذهب فاستغفر الله. فجاءه رجل آخر في نفس المجلس، واحد تاني في نفس المجلس، وقال له يا أبا سعيد إني أشكو قلة المال. أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين وأن يجعل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. بقول له أنا ما فيش معايا مال كتير أعمل إيه؟ قال له اذهب فاستغفر الله. إيه الموضوع؟ فجاءه رجل ثالث في نفس المجلس وقال له يا أبا سعيد إني أشكو قلة الولد لا أنجب. أسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بالذرية الطيبة الصالحة. فبقول له أعمل إيه؟ ما قالوش بقى روح عند الدكتور الفلاني واعمل، لا لا، قال له اذهب فاستغفر الله. اسال بقى، اسال الاولين كان بيشكو ايه؟ قله المطر. والثاني قله الفلوس قله المال. والثالث قله الاولاد، ما بيخلفش لا ينجب، قله الولد. فاجابهم الحسن البصري باجابه واحده، قال للأولاني اذهب فاستغفر الله، وقال للثاني اذهب فاستغفر الله، وقال للثالث اذهب فاستغفر الله. مين بقى اللي تعجب؟ من الذي تعجب من هذه الإجابة؟ الناس الذين كانوا يجلسون في هذا المجلس. طبعا الناس كانت قاعدة وسمع الإجابة والأسئلة، فنظروا إلى الحسن البصري وقالوا يا أبا سعيد جاءوك وسألوك بثلاثة أسئلة مختلفة وأجبتهم بإجابة واحدة. فقال لهم أبو سعيد ذلكم الفقيه، قال لهم ألم يقل الله عز وجل في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله، آية جميلة، أقسم بالله آية تنزل على القلب كده تغسله وتشطفه. أنت عارف إبليس مرة من المرات قال يا رب، من يكلم من؟ إبليس بيكلم مين؟ بيكلم رب العالمين. وقبل ما أقول لك الحوار اللي دار، عايز أقول لك أن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله. خلي بالك بقى، الله عز وجل لما تيجي تقرأ في الكتب وتجد أن رب العالمين يقسم بعزته وجلاله، فلنعلم جميعا أن جواب القسم عظيم. الله تبارك وتعالى لا يقسم بعزته وجلاله إلا على شيء عظيم. أنت عارف بيقسم بيقول إيه؟ بيقول وعزتي وجلالي أقسم بهذا القسم أن الذي سيفعل الاستغفار سيغفر له. اسمع كده الحوار ده، إبليس لعنه الله قال لرب العزة: يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. بقول له مش هسيبهم، بقول له وعزتك يا رب، وعزتك يا رب مش هسيبهم، طول ما هم حيين لن أتركهم أبدا، لابد أن أوقعهم في الضلال. أصل الشيطان مش هيسيبك. شوف احنا سمعنا في الآيات في العشاء، الشيطان دخل على أبينا آدم وأمنا حواء أخرجهما من الجنة، من الجنة. فالشيطان ده مش هيسيبك. الحسن البصري اللي احنا كنا بنتكلم عنه، سألوه مرة بيقولوا له هو الشيطان بينام؟ بيسألوا حسن ويقولوا له يا أبا سعيد أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. ده لو نام احنا نرتاح شوية. لا، ده انت بتبقى نايم على السرير وهو معاك في قلب الأوضة عمال يفكر أنا هوقعه في إيه أول ما يقوم. شوف عمال يفكر، خدت بالك إن هو يوقعك في أي معصية. الحسن البصري نفسه والله العظيم رأى الشيطان في المنام. حد شاف الشيطان قبل كده في المنام؟ الحسن البصري شافه في المنام. فالحسن البصري بيسأل الشيطان، بقول له بقول لك إيه يا عم الشيطان؟ قال له قول يا حسن. قال له كيف تضل بني آدم؟ الحسن البصري بيسأل الشيطان بيقول له أنت إزاي بتعلم بني آدم طرق الضلال وبتوقعهم في الضلال؟ فالشيطان بيقول للحسن البصري بيقول له والله يا حسن أنا كنت بعلمهم طرق الضلال، الوقت أنا اللي بتعلم منهم. يا سلام، خدت بالك؟ فالشيطان مش هيسيبك أبدا. فالله تبارك وتعالى قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا إيه؟ ما داموا يستغفرونني. لذلك جاء في الأثر إن الشيطان بيقول إيه؟ بيقول سولت لبني آدم الذنوب والمعاصي فقسموا ظهري بالاستغفار. تقسم ظهره بالاستغفار. عليك لا تترك الاستغفار أبدا أبدا. هذا الاستغفار، شوف ربنا سبحانه وتعالى يثني أثنى على المستغفرين وذكرهم أنهم كانوا يقومون في جوف الليل يستغفرون. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وألا يحرمنا فضله. والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى في آية أخرى وبالأسحار هم انت عارف لو انت مش عايز ربنا يعذبك أكثر من الاستغفار. مين يجيب الآية؟ وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ وهم يستغفرون. ده احنا عايزين نتعلق في الآية دي. شوف وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا، ده احنا عايزين بقى نملأ حياتنا كلها بهذا الاستغفار. الاستغفار نجاة لك في الدنيا والآخرة. شوف اسمع إلى تلك الآية بأذني قلبك، اسمع وأنا أكلم نفسي بصوت مرتفع. اسمع أيها العاصي، يا من تذنب، يا من تقع في الصغائر والكبائر، اسمع. الله عز وجل يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص وكلنا ذلكم الرجل، كلنا ذلك العاصي. الله عز وجل يطمئن قلبه فيقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل وعدك أيها الفقير أن يمتعك. أنا عايزك تتخيل لو ربنا
متع أحد عباده. ممكن ربنا يعمل معاه إيه؟ متاع الله عز وجل ليس له حد. إمتى يمتعك ربنا؟ لما تستغفر وتتوب. قال كده سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. آية جميلة. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله عز وجل يمتعك إذا استغفرته وتبت إليه. طب أنا عايز أسأل سؤال، ليه ربنا ما قالش توبوا واستغفروا؟ ذكر الاستغفار أول، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا. أقول لك ليه؟ هذا يدلك على عظم الاستغفار. إزاي يعني؟ الاستغفار ذكره الله تبارك وتعالى قبل التوبة، لأن الاستغفار باب مؤكد موصل إلى التوبة. لما تقعد تستغفر كتير هتلاقي نفسك بالتوب. لذلك الدعاء إيه؟ أستغفر الله وأتوب إليه، مش أتوب إليه وأستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إن المسألة لتغلق علي، فأستغفر الله ألف مرة أو يزيد فيفتحها الله علي. الله الله الله. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: طوبى. إيه طوبى دي؟ طوبى دي اللي هي بتبقى ملمعة على الرصيف، طوبى حتة طوبى؟ لا، ما طوبى، اسمع كده، طوبى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب، مش الماشي، لا، يسير الراكب، يعني واحد راكب حاجة سريعة، يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام وما قطعها، فما بالك بالجنة؟ لما شجرة واحدة في الجنة تمشي في ظلها من أول الساق بتاعها، تفضل ماشي في ظلها عشان تهرب من ظلها، بدك كم سنة؟ 100 عام أو أكثر من 100 عام، فما بالك بسعة الجنة. وهذا دليل على سعة الجنة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا جميلا قال: من سره أن ينظر في صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. تكثر من الاستغفار، كل ما تستغفر كل ما إيه؟ الملائكة تكتب الاستغفار في الصحيفة. إذا نظرت في الصحيفة سرتك يوم القيامة. نرجع بقى الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيقول إيه؟ بيقول: عجبت مما تعجب يا أبا الحسن، بيقول: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. رجل أحمق، رجل غبي، بيغرق وقدامه طوق النجاة وتركه وغرق. بيقول إيه؟ بيقول: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. قالوا: وما النجاة يا أبا الحسن؟ قال: الاستغفار. الاستغفار هو النجاة، نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا هذه العبادة الجليلة، عبادة الإيه؟ الاستغفار. صلنا على الحبيب. أختم مع حضراتكم بقصة مذهلة ما سمعها أحد إلا وتعجب. هذه القصة والله أثرت فيه أنا شخصيا، أثرت فيه جدا. فلنسمع هذه القصة العجيبة، قصة إمام أهل السنة، قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذلكم العلم، ذلكم العلامة، الجهبذ، الفحل. الإمام أحمد كان يأخذ على ظهره 300 جلدة يوميا في سبيل الله في قضية خلق القرآن، يطول المقام إذا ذكرناها. فالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، كان مسافرا ذات يوم إلى إحدى البلدات، كان مسافر. خلي بالك، ناس كتير جدا كانوا عارفين الإمام أحمد، كان مشهورا بعلمه، كان مشهورا إيه؟ بعلمه. الإمام أحمد لما سافر إلى تلك البلد دخل مسجدا من المساجد وأراد أن يبيت في المسجد،
صلى المغرب والعشاء وأراد إيه؟ أن ينام في المسجد. فجاءه الرجل المقيم على نظافة المسجد. جاءه إيه؟ أنتم مركزين معايا؟ جاءه الرجل المقيم على نظافة المسجد. هذا الرجل ليس خطيبا ولا إماما ولا مؤذنا. خلي بالك احنا هنطلع في التلفزيون دلوقتي. انتوا معايا؟ الامام احمد لما دخل المسجد من الذي جاءه؟ مين اللي جاء؟ بتاع المسجد. الراجل ده خطيب؟ مؤذن؟ امام؟ ومرة الراجل ده بيعمل ايه؟ بينظف المسجد. خلي بالك بقى من اللي جاي. فوجد الامام احمد ينام داخل المسجد. هذا الرجل المقيم على نظافة المسجد لم يكن يعلم أن الذي هو داخل المسجد هو الإمام أحمد. ما يعرفش شكله. الإمام أحمد كان مشهورا بعلمه بس ما حدش عارف شكله إيه. فذهب هذا الرجل إلى الإمام أحمد وأيقظه وقال له: أيها الرجل قم واخرج من هذا المسجد، فلا يبيت عندنا أحد، حدش بينام هنا، قم اخرج يلا امشي. تعرف الراجل ده لو كان يعلم ان هذا هو امام اهل السنه والجماعه كان عامل في ايه؟ يا نهار ابيض، ده كان لاخذه معه بيته ولا اكرمه غايه الكرم. بس ما يعرفوش، واللي ما يعرفك يجهلك. المهم قام الامام احمد بقى ما يقولوش مثلا انت مش عارف انا مين، ده انا ابو عبد الله، ده انا الامام العلامه الفقيه المحدث. لا، الامام احمد من تواضعه قام وذهب إلى عتبة المسجد ونام على عتبة المسجد. يعمل إيه؟ روح فين؟ فجاءه الرجل مرة ثانية ولم يتعامل معه بالفم، إنما تعامل معه باليد. أمسك الإمام أحمد من قدميه، أمسكه من رجليه كده، ثم نزعه من داخل المسجد إلى خارج المسجد وجرجره. أنت متخيل هذا المنظر؟ أنا والله لا أحتمل أن أرى الإمام أحمد وهو في هذا المشهد. الإمام أحمد يمسك من قدميه ويجرجر على ظهره، ثم رماه هذا الرجل على الرصيف الآخر، أم رمي على الرصيف الثاني. هذا يصنع بإمام أهل السنة؟ الإمام أحمد بقى مش يقول له أنت مش عارف أنا مين، لا، كان متواضعا. لما رمي الإمام أحمد على الرصيف الآخر، هذا الرصيف كان ملكا لرجل خباز، واحد بيعمل عيش. الخباز كان في مخبزه فسمع شيئا يقع على رصيفه بالخارج، فخرج الخباز من مخبزه فرأى الإمام أحمد وهو ملقيا على ظهره. خلي بالك الخباز برضه لم يكن يعلم أن هذا هو الإمام أحمد، ما عرفوش. فالخباز خرج وقال له: يا أخي، من الذي رماك هكذا ومن صنع بك ذلك؟ المهم الإمام الخباز كان رجلا رحيما شفيقا، أخذ الإمام أحمد وأدخله معه مخبزه وأكرمه إكراما عاليا جدا، أكرمه غاية الكرم. الإمام أحمد لما دخل مخبز هذا الخباز رأى من هذا الخباز عجبا، رأى من هذا الخباز أنه كلما صنع رغيفا استغفر الله عليه. الله الله الله، الخباز كل ما يعمل رغيف يستغفر الله، ده حاجة جميلة قوي. أنت عارف العجين؟ العجين الدقيق محطوط قدام الراجل، الراجل بيقطع بقى حتت عشان يعمل العيش، يقوم يعمل ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعجن العيش يستغفر الله، يدخل العيش جوه الفرن يستغفر الله، يخرج العيش من الفرن يستغفر الله، لما يجي يبيع العيش يستغفر الله، لما يجي ياخذ المال من الرجل يستغفر الله، لما يجي يعين المال يستغفر الله. والامام احمد قاعد يرى هذه المشاهد، فتعجب الامام احمد وقال: يا اخي، انا اعجب لك، كلما صنعت رغيفا استغفرت الله عليه، انت ليه بتعمل كده؟ فقال له الخباز: والله يا اخي، بهذا الاستغفار ما دعوت الله دعوة الا واستجاب الله عز وجل لي دعوتي الا دعوة واحدة دعوت الله عز وجل بها كثيرا جدا، ولكنه الى الان لم يجب دعوتي. فقال له الامام احمد: وما تلك الدعوة؟ فقال له الخباز: إني أحب الإمام أحمد ودعوت الله عز وجل أن أرى الإمام أحمد قبل أن أموت، ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الإمام أحمد:
والله لقد جررت إليك جرا. فأنا الإمام أحمد ده أنا جاي لك يا رجل واحد بيجرني في الشارع. الاستغفار ده حاجة سر، الاستغفار سر عجيب من أسرار الكون. إلزم هذه العبادة، ما تسيبش العبادة دي أبدا أبدا أبدا. من لزم الاستغفار ده حديث بعض العلماء بيضعفوه بعض العلماء بيحسنوه ولكن معناه صحيح. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم، يعني إيه بقى من لزم؟ من اتبع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من استغفر، ما قالش كده والله، ما قالش من استغفر، لا قال من لزم. يعني إيه؟ أنت بتلزم الشيء. من لزم الاستغفار ماذا تكون النتيجة؟ يجعل من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لذلك في الحديث الأولاني إبليس يقول رب العزة رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. ربنا قال له إيه؟ قال له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. لا أمال إيه؟ ما داموا، خلي بالك من الموضوع ده، ما داموا يستغفرونني، ما داموا يستغفرون. انت عارف في ناس بتستغفر في اليوم 30,000 مرة، ما حاجة سهلة. انت ادعو الله تبارك وتعالى ان يجعلك من الذاكرين المستغفرين. الاستغفار انت عارف وانت راح تجيب عيش وانت راح تقول استغفر الله استغفر الله استغفر. لما تروح تقف في الطابور وقف في الطابور استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لما تروح البيت وتقول لي مثلا قول لها حضري العشاء، اللي مش عايز يتحضر ده افضل قاعد جاي تعبان، خدت بالك؟ وهي بتحضر العشاء طبعا العشاء بيطول، بتفضل انت قاعد ممكن تنام ولسه العشاء ما جاش. في وقت الانتظار املأه بالاستغفار. وقت اوقات الانتظار املأها بالاستغفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين لله بالأسحار وأن يجعلنا من المستغفرين له بالليل والنهار. قبل ما أختم أريد أن أشكركم جميعا، دي بداية، وأريد أن أخص بالشكر إخواننا الذين قاموا على هدوء هذه الجلسة. أبو يوسف عم زغلول ربنا يبارك فيه، خدت بالك؟ أنا مش عايز أنسى حد، الشيخ محمد أبو العز، الشيخ عطية، الشيخ محمد فوق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا. الجلسة النهاردة جميلة طيبة صح؟ جميلة. إحنا النهاردة نوزع جوائز جميلة جدا. طول ما الجلسة بتبقى هادية وطيبة، طول ما إحنا إيه؟ اتفضل اتفضل يا حاج محمد. طب صلوا على النبي. انتوا سمعتوا مني قصص كتير صح؟ القصه اللي انا بحكي لكم اللي هي الحاج محمد بيتكلم عنها، هذه القصه انا ما سمعت مثلها قط. وانا عشان اقولها، لا انا اقول لك اهو، لا مش هينفع اقولها دلوقتي حقيقه، انا عشان اقولها دي لازم يتعامل لها جو تاني خالص. انا اوعدكم ان هذه القصه ستسمعونها كلها، ولكن دي بقى المفاجاه ان احنا نسمعها في وضع تاني خالص. وضع تاني ازاي يعني؟ في وضع تاني تلاقي الموضوع مختلف، والايام ستثبت ذلك ان شاء الله. قريبا جدا هنسمع القصه دي ولكن بطريقه جديده وبطريقه مختلفه جميله. الله المستعان. اقول في النهايه ازال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد إيش؟ مسجد إيش؟ أقوله شنطة كده معلش كده يا شيخ، أنا الكرسي ده بعد إذنك. مبارك يا عبد إيه الحاجات دي بقى؟ أحدف ألف معذرة معلش كله يجلس. لا في ناس قامت، احنا معانا والله شوية جوايز حلوة قوي. ان شاء الله.
احنا بس ننتظر عبال ما ايه الحاجه تتوزع ان شاء الله، ونبدا بقى نوزع الجوائز في 10 دقائق عشان ما نطولش عليكم. انتظار بس 4-5 دقائق.